إذن عندنا لا بد من الصفا والمروة، أي أن تستوعب المروة الصفا وتستوعب المروة لا بد. فلو أن إنسان طاف بهذه الطريقة وهي أنه دون المروة ودون الصفا، هذا في الحقيقة لم يطف، لذلك لا بد من وضع قدمك على الصفا، لأن من إلى الابتداء عندنا الابتداء، لا ليس الأعلى، الجبل نفسه. لذلك قال الشيخ، يقول الشيخ: ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول. عندنا هناك علمان أخضران في السابق، إذا على البنان الجديد الآن لم يتضح لعدم التوسع، لكن في السابق بين العلمين لو نظرت يسارك وأنت ذاهب إلى المروة ويمينك وأنت ذاهب إلى الصفا سترى الكعبة. فهذه النقطة كان النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، كانت قريش تقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهكتهم حمى المدينة، فقال النبي رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. هذه في عمرة القضية اللي هي في السنة السابعة. فلما كان في حجة الوداع أقرها صلى الله عليه وسلم تذكيرا للناس بنعمة الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه. إذن ذهابه واحدة ورجوعه واحدة. الآن يقول الشيخ: فعلت هذا ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره. طفت للعمرة، طفت وسعيت، تقصر شعرك ينتهي، تنتهي العمرة. ومن معه هدي إذا حج، إذا كان معك سقط الهدي فإن مطلوب منك أن تبقى على إحرامك حتى تتحلل يوم الحج. لا، من ساق هديا لا يتحلل حتى ينحر هديه سواء كان قارنا أو متمتع. والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. متى يقطع التلبية؟ إذا أخذ في الطواف. يقول الشيخ رحمه الله: فصل في صفة الحج والعمرة. ساق هديا يقطع التلبية بمجرد الطواف سواء حاجا أو معتمر. فصل في صفة الحج والعمرة: يسن لمحل، قلنا الآن الرجل وصل إلى مكة طاف طواف العمرة وجلس، في اليوم الثامن ماذا يفعل؟ يلبي بالحج. نخاطبه نقول: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، يوم الثامن، والمبيت بمنى فيجلس فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عورنة، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، وأكثر الدعاء مما ورد. إذن يخرج من منى بعد الفجر، يدخل عرفة ويجلس يصلي فيها الظهر والعصر جمع التقديم، ثم يجلس يدعو الله سبحانه وتعالى وهو أعظم أيام الدنيا. ووقت الوقوف عندنا وقت وقوف عرفة من الفجر إلى الفجر، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. قال الشيخ: ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى المزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا. إذا جئت مبكرا جاز لك أن تجمعها جمع تقديم، أما الأصل فيها فهو ماذا؟ جمع تأخير. ويبيت بها، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ: فإذا أفضتم من عرفات. عندنا المشعر الحرام هو عنده جبل يسمى له ثبير، كانت قريش تقف عنده وتقول: أشرق ثبير كي ما نغير. فالله أبدلهم بذلك أنك تجلس عنده فتذكر الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: واذكر الله عند المشعر الحرام. ثم قال الشيخ: وقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر، أي قبل الشروق، حتى تضاء الدنيا قبل الشروق، ثم يدفع إلى منى. إذن بعد عرفة مزدلفة، بعد مزدلفة نذهب إلى منى، فإذا بلغ محسر وادي، وادي محسر قيل أنه الذي أهلك الله فيه أبرهة،
فإذا بلغ محسرة أسرع رمية حجر، يعني انطلق سريعا، وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق. 70 يوم النحر 7، أول يوم التشريق 21، ثاني يوم التشريق 21، ثالث يوم التشريق 21، المجموع 70. حجمها أكبر من الحمص ودون البندق، صغيرة يسمح حصى الخذف. 70 إذا كان غير متعجل 70، وإذا كان متعجل 49. هو هذا الأفضل. قيل أنه يعني بعض العلماء يقول أنه يعني يلتقط إما في مزدلفة أو يلتقط وهو ذاهب إلى منى. نعم، يقول الشيخ: فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع يوم النحر، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصى، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره. عندنا في المذهب الحلق أو التقصير يكون من جميع الشعر، يعني لو أخذ من اليمين قليلا ومن اليسار قليلا نقول له في المذهب لا يصح تقصيرك ولا حلقك. والمرأة قدر أنملة، الأنملة هي طرف الإصبع، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، لأنه رمى وحلق تحل الأول، ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة. طواف الزيارة هي نفسها طواف الإفاضة، فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. سعى لأن عندنا الإفراد يجوز له أن يقدم سعي الحج، يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج القارن والمفرد. وسن أن يشرب من زمزم لما أحب، ماء زمزم لما شرب له، ويتضلع. كلمة يتضلع يملأ أضلاعه بالماء، كأن شرب حتى أن الأضلاع اكتفت بالماء. ثم يقول الشيخ: ويتضلع منه ويدعو بما ورد. ومن الطرائف أن ابن حجر رحمه الله، طبعا قصتان، عبد الله بن المبارك قال: اللهم أن فلان حدثنا عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ماء زمزم لما شرب له، اللهم هذه لظمأ يوم القيامة. هذا عبد الله بن المبارك. أما الإمام والحافظ ابن حجر قال: شربت ماء زمزم أن أبلغ رتبة الحافظ الذهبي في الحفظ والعلم. فهذه قصتان مشهورتان. نعم، قال: ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليالي، لأن البيات عندنا في منى من الواجبات. ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. عندنا في المذهب رمي الجمرات لا يكون إلا بعد الزوال، لا يصح قبله. ومن تعجل في يومين، اللي هو ثالث يوم العيد ثاني أيام التشريق، المقصود يومين اللي هو أيام التشريق، ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من غد. الثاني عشر، المقصود بتعجل في يومين أي الثاني عشر، يخرج قبل المغرب. وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم، الملتزم ما بين الباب والحجر الأسود، داعيا بما ورد، وتدعو الحائض والنفساء على الباب، على باب المسجد. الحائض والنفساء تدعو على باب المسجد، لأن لا يجوز لها الدخول، مسجد له حرمته. نعم، إذن طواف الوداع واجب يفعله. الآن إذا انتهيت من الحج وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، هذه عندنا في المذهب يعني يحتجون بحديث من حج فلم يزرني، وهي من باب الآداب، يعني لا يقصدون فيها أن هناك يصح فيها دليل، لكن من أتى من مناطق بعيدة فلا يعني يستحسن أن لا يزور نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما هي زيارة المسجد والنبي تبع صلى الله عليه وسلم. وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل. قلنا قبل قليل أن من أراد العمرة سواء من أهل مكة أو من غيرها لا بد أن يذهب إلى الحل، وغيره من دويرة أهله. الآن عندنا هذه مكة وهذا بيتي وهذا الميقات، أنا أين؟ دون الميقات، فمن دويرة أهله يعني من بيتي. قال: إن كان دون الميقات وإلا فمنه. أنا خارج الميقات، هذا هو الميقات، أنا هنا يجب علي أن أحرم
من الميقات. ثم يطوف ويسعى ويقصر. هذه صفة العمرة وهذا صفة الحج. الآن الأركان، فصل أركان الحج أربعة: إحرام، وقوف بعرفة، وطواف، وسعي. لما نسمع كلمة أركان يعني لا يتم شيء إلا به. وواجباته سبعة. لما نقول واجبات أي تجبر بدم: إحرام مار على ميقات منه، ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا. عندنا الوقوف بعرفة إذا دخلتها نهارا وجب عليك المكث حتى تغرب الشمس أو تعود من الليل. إذن من دخل عرفة نهارا وجب عليه العودة سواء ليلا أو نهارا، لكن النهار لا بد من الجلوس حتى تغرب. ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله. عندنا هذا، نفرض أن هذه الساعة نصف الليل، أنا دخلت إلى المزدلفة متى؟ قبل نصف الليل. إذن المكث إلى أين؟ إلى نصف الليل. إذا دخلت بعد نصف الليل لا يجب علي، أمر مرور. يعني لو أن إنسانا خرج من الطائف في الساعة الثالثة ليلا ليلة النحر، يمر على عرفة، يعني نفرض هذه مزدلفة وهذه عرفة، يمر على عرفة ثم المزدلفة وذهب إلى مكة، أدى النسك لأنه جاء بعد الواجبات. يقول الشيخ: وبمنى لياليها، أي واجب المبيت بمنى في لياليها، والرمي مرتبا أي صغرى وسطى كبرى في أيام التشريق، وحلق أو تقصير، وطواف وداع. هذه أركان وواجبات من؟ الحج. العمرة، وأركان العمرة ثلاثة.